راديو نيل 105.3 رقم الاس ام اس والفان بيج هي نغمة اف ام بالعربي وبالانجلش. اتفقنا ان حلقة النهاردة هنفتكر مع بعض احلى 3 البومات لكل حد فينا بيسمعنا دلوقتي. ليه مطرب مفضل اللي فيه 3 البومات بالنسبة لك؟ هما دول كانوا ايه الحلاوة دي؟ انا عايزة بقى ايه الحلاوة دي؟ انا عايزة اعرف 3 البومات. هفكركم بشوية معلومات كده، يمكن ناس كتيرة طبعا اللي عندهم هوس لمطربين معينين. احنا لما بنتكلم على مطرب مفضل، اول ما اقول لك كلمة مطرب مفضل على طول هيجي في دماغك الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب. يعني خلاص بقى، يعني في تاريخ كده وفي ألبومات وفي ذكريات وفي حفلات كنا بنحضرها وفي أغاني معينة ليها ذكريات مع مكان معين مع شخص معين. الشخص بيروح طبعا، بس يعني الأغنية موجودة، فدايما هتفتكر ذكرياتك مع الأغاني والمطربين. لو هنتكلم دلوقتي عن ألبومات الكينج محمد منير، خلينا نبدأ من أول ألبوم ليه، كان علموني عينيكي، كان سنة 1977، بنتولد كان 78. الأحلى والأشهر واللي لسه عايش لغاية دلوقتي، سواء شكل مزيكا مختلف جدا جدا جدا، فرقة يحيى خليل طبعا والكينج محمد منير، هو ألبوم شبابيك 1981، وده حقق أعلى نسبة مبيعات في مصر وقتها. هنقول بعدها اتكلمي كان 83، بريء 86، وسط الدايرة طبعا 87، شوكولاتة كان 1989، وصور من أغنية برا الشبابيك زي ما انتوا عارفين. اسكندرية كان 90، وألبوم مشوار 1991، وده عمل إعادة توزيع لأغاني من 5 ألبومات. أوكي، أسامينا برضو كان 91، وبعد كده هنقول الطول واللون والحرية كان 92، وصور منه طبعا أغنية سحر المغنى افتح قلبك 1994، وصور منه لو بطلنا نحلم نموت، يابا يابا ويا هل ترى وافتح قلبك. ممكن 95، انا بكلمكم عن البدايه من اولها ولغايه ما هقف لكم عند سنه معينه، وهستناكم انتوا تكملوا بعد كده وتقولوا لي ايه الالبومات اللي عارفينها او الميني البوم او كمان الاغاني السنجل. ممكن 95 زي ما قلت لكم من اول لمسه 1996، الفرحه 99، وصور منه اغنيه سيا سيا. في كمان في عشق البنات، ده كان 2000 بالظبط، بداية الألفينات، وده حقق نجاح كبير جدا جدا جدا، وصور منه أغنية أنا بعشق البحر طبعا للفنانة نجاة، وأعاد غنائها مرة تانية. سنة 2001 كان ألبوم من قلبي مساكن شعبية، وصور منه سويا سو، كانت حلوة جدا جدا، وكمان من أشهر الأغاني في الألبوم ده هي بتبعديني عن حياتك بالملل. بعد كده ألبوم الأرض والسلام 2002، وطبعا كان اشهر او من اشهر الاغاني اللي فيها مدد يا رسول الله، كانت حلوه جدا جدا، وكمان صورها. 2003 كان في البوم احمر شفايف، و يعني صور من الالبوم ده اغنيه اقرار او اقر زي ما ناس بتقولها. 2004 البوم حواديت كمان. 2005 كان البوم امبارح كان عمري 20، والالبوم ده كان من احلى الالبومات وفيه اغاني كتيره جدا 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 لغايه دلوقتي بتطلب. طعم البيوت 2008، وصور من الالبوم ده كان فاضل بس ونيجري بيه. في بعد كده رباعيات في حب الله، دي كانت او ده زي كان ميني البوم، ده كان 2009. وبعد كده يهل العرب والطرب طبعا 2012.